وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب أن المجلس يحرص على استمرارية العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتعزيزها على مستوى التعاون البرلماني. جمهورية مصر العربية لها مكانة تاريخية مرموقة، لها مركز ثقل، لها احترام وتقدير بين الدول والشعوب العربية الإسلامية، ولها عطاءات في المجالات السياسية، لها عطاءات في المجالات الاقتصادية، الفكرية، الثقافية عبر السنين. لذلك هناك دور محوري استراتيجي إقليمي دولي في دعم القضايا الأمتية العربية والإسلامية، ومساهمة في تعزيز كثير يعني من قضايا السلام والأمن في المنطقة والعالم. لذلك احنا نحرص في مجلس النواب على استمرارية هذه العلاقات وتنميتها وتطويرها. التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين، ندفع بما نستطيع من قوة نحو المزيد من التنسيق المشترك بين البلدين، تكامل في الرأى وجهات النظر، التنسيق في القضايا وفي كثير مواقف السياسية والاقتصادية والأمنية أمام المحافل، خاصة فيما نشترك فيه في البرلمانات الدولية والإقليمية. لذلك احنا يعني نحرص على هذه الزيارة، ونحرص على أن تتم هذه الزيارة على أفضل ما يمكن، وأن نرتقي بمستوى العلاقات يعني ونزيد إلى أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.